مشكورا. مصطفى الجميل من مواليد الجليلة 1950. محمد الرباني. مدير المهرجان. كنعيشوا الدورة 11 على الاحتفاء على تقييم تجربة السي مصطفى الجبيل الممثل باريس اللي جديدة فعلا عرفت واحد النهضة صحيح في إطار فرقة النهضة اللي كانت كتمثل مدينة جديدة في عدد ديال الملتقيات عدد ديال اللقاءات. هذا الرجل الطيب الذي اوصل هذا المهرجان لدورته 11 وما جاش من عدن. المهرجان عجبني مزيان، يعني الطريقة ديال التنظيم حتى بحال هاد المسرحيات نورمالمون خص يوليو يتجدوا. كنشوفوا بأن هادشي ما بقاش ولا قليل ماشي. دابا كيكون مسرحيات هادفة وعندها أبعاد زعما مزيانة، كنت من هادشي زعما يتجدد ديما في المناسبات الصيفية وسميتو يكون بحال هادشي. كتسمع يا إلهي يا مهدي صفقوا بحرارة على الفلة الأول. مسخوطة لا مسخوطة غادي مع أولادها الخلونة عندهم كتقلب. حنا راه ما عندناش الوجع علاش نحشمو شي مداوي حنا. لقد احرزت بطلة العالم الحاجة حمدا. ايه في السلع قتلوني واش تقول تبغي تدير في الطافير. هالو بونوس تعطلات. احتاج مركز اول كان هو الثنائي ما كنهنيش في هذا المهرجان اللي تكونوا عندنا كل سنه في مدينه الجديد. شكرا لكم وثقه الجيجي الجيجي ديالنا ثقه عليه. وكنشكر مؤسس ومدير مهرجان جليل تحت السي شرف.
وغير سلوكها. كيحيد لك التيشيرت كتلقى ربي الفاضل طويل هنا وقال انا مكمش من هنا. هذوك البيلات اللي كنلقاهم في الخلوة ديال العيش البحري. الشينوي تيسمي سيروخ وتيسمي